مرحبا، نحن الآن في مدينة الموصل وتحديداً بسوق النبيل. راح نستطلع آراء الناس حول الحملة اللي قامت بها الحكومة المحلية والبلدية في رفع التجاوزات في الآونة الأخيرة. خليكم ويانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمك؟ أنا اسمي أيمن. شنو رأيك بالحملة اللي قامت بها الحكومة مؤخراً برفع التجاوزات؟ أخي هي زينة وما زينة. الما زينة أكو عالم صاحب يعني بيت تجاوز، عالم ما عنده، عالم عنده مرضى، عالم تعبد، ماكو أخي نقلب العراق. هسه فلش بيته ومين يعوضه؟ انا اريد اسمعني دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى الكاظمي. هسه فلشت بيت مال العالم ومين راح تعطيه؟ هذا عنده مريض، هذا عنده معين. هسه ما وقت مال حمله التجاوزات، انا اقول لك هذا وضعنا يا مو بالعراق، وضعنا تعبان، مو الوضع زين. وانا اريد اسمعني دوله رئيس الوزراء. ترى بالله الكريم، بالله الكريم، ترى الموصل هم تعبانه. انا اقول لك وانا اريد اوجه رساله اللي هو عبر القناه. انا امنيتي بس امنيتي من الله. اريد التقي ويا دوله رئيس الوزراء، وانا اريد يسمع كلام يعني يسمعنا عبر مدينه الموصل. الموصل ترى عانت ومعانات، الله وكيل قسم نيجي شيء التجاوز، ترى العالم ما عدا. شنو رايك بالحمله اللي اطلقتها الحكومه المحليه لرفع التجاوزات؟ والله هي اكو مبادره حلوه واكو مبادره ما حلوه، المبادره الحلوه على الرؤوس الكبار اللي اكو مكانات سوت مولات، سوت ملتزات، سوت شغلات ضخمة، هاي من حقها أشيلها. بس اليوم إذا يجي على المواطن الفقير اللي ما يملك له كل شيء بهذا البلد وما عنده غير الله، وثم هذا البيت اللي قاعد به اللي الدود يطلع منه، الفار يطلع منه، وحامل ويقول أصبر إن الله مع الصابرين، بس هذا الشيء يعني على الفقير ما أعتقد هي مبادرة حلوة. زين شنو مقترحات مثل الحكومة لحتى يساعد الفقير؟ والله مبادرتنا من الحكومة المحلية احنا ما نريد كل شيء منهم، بس شوية يكفون على هذا الفقير اللي قاعد بخربة ومزبلة، كمبناه له بعض امور، اكو حتى البيوت ماله كمبناه بتنك كمبناه ما عنده مال يشتري له بلوكاية. اذا ذول الناس يعفوهم الله سبحانه وتعالى راح يسهل امرهم، او اعطيهم شيء بديل. يعني اليوم أنا من قاعد وكلميت ولادي، يجي واحد جاب الشفر، أقعد الصبح الشفر حيستندرني على هجان بيتي، يعني أنا إيش أسوي؟ طبعاً ددعي عليهم، طبعاً كل شيء ما تمام أخويا. فاليوم إذا دي يسووا هذا الشيء أعطيهم بديل ثاني، أعطيهم لو أعطيهم 50 متر معيشة أهلهم، معيشة أطفالهم. شنو رأيك بالحملة اللي تقوم بها بلدية الموصل والحكومة المركزية برفع التجاوزات؟ وشنو مقترحاتكم تقدموها بالنسبة يعني للفقراء اللي انضروا من هالحملة؟ والله هي قبل كل شيء هي أول شيء خطة فاشلة يعني وغير مدروسة مسبقاً. يعني أنت تخطي خطوة لازم يكون بها مثلاً دراسات ويكون بها تفكير. يعني أنت الناس من عتجيبهم إن كان بيت أو كان باب رزق مثلاً من عتطلعوا لازم تخلي له بديل. يعني شخص باني بيت بالتجاوز، انت من تطلعه انت راح تشرد عائله باكملها، والدوله ما فقيره تقدر ان تفتح مجمعات سكنيه كذا. يعني هذا صار 5 سنين بعد التحرير، احنا توقعنا يعني انه راح يصير مجمعات، راح يصير اسكان للناس، بس ماكو اي حل. يعني مهتمين بس هم بسكنهم انه يبنون مساكن لهم وبيوت، الا الشعب ما لهم اي علاقه به. يعني انت من تطلع شخص من بيته تغير تلاقي له بديل، هم تسيبه بالشارع، هذا راح يخلق اجرام بالبلد، راح يخلق فوضى بالبلد. يعني هذا يصير المواطن انت عاد تخليه مواطن انتقامي، يعني يريد ينتقم من الحكومه بكل الحالات، لان انت عاد تضغط عليه زي من لازم. ناهيك انه باب رزق مثلا، اشخاص مثلا صاحب بسطه عائله عنده، اكو عائلتين، اكو نعرف هنا بس قعدنا 4 عوائل عايشين على بسطه، انت من تجي تطلعه تجاوز وكذا طلعته غير تضع له بديل، انت عاد تشرده بالشارع. زين هاي العائله ما فكرت شلون تعيش؟ زين انت تعال طلعته يابا، تعال احنا نخصص لك راتب او نعينك بمكان، بس انت يعني هذا الشغل يعني ظلم واجحاف ضد المواطن، لازم يعني يضعوا له حل هاي الشغله، والناس تعبت ترى.